ولنقاش هذا الملف حول تفاقم أزمة الاستيلاء على البساتين والأراضي بمحافظة ديالى ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف. أهلا بكم سيدي. أهلا سيد، كيف الحال؟ أهلا بك سيد محمود. أقر مدير ناحية العبارة في بعقوبة بتحويل حوالي 25% من مساحة البساتين في منطقة العبارة إلى أرض غير مأهولة في السنوات الماضية، ما حقيقة التحذيرات الأمنية والبيئية التي يجري التذرع بها للاستيلاء على هذه الأراضي؟ نعم، بسم الله، تحية لك والكادر والأخوات والأخوة المشاهدين جميعا. الحقيقة يقول سون تزو مؤلف كتاب فن الحرب، إن كنت تعلم قدراتك وقدرات خصمك فما عليك أن تخشى من نتائج 100 معركة. وإحنا للأسف حتى الآن بعض القادة السياسيين سواء أو الأمنيين أو حتى العسكريين والاجتماعيين لا يعرفون، يبدو لا يعرف من هو العدو. إحنا أولا علينا أن نحدد من هو العدو حتى نفهم ما يجري. عدونا للأسف إحنا وقعنا بين فك كماشة، وهي بين الصليبيين والصهاينة والصفويين جراهم على مدى التاريخ. وطيب، هل ثلاث أعداء هم يريدون مصلحتنا لو تدميرنا؟ أكيد تدميرنا في كل شيء، دينيا وأخلاقيا واجتماعيا وسياسيا وعلميا وزراعيا وصناعيا إلى آخره. من بداية الاحتلال حتى الآن بدأ تدمير كل شيء في البلد، فوق الأرض وتحت الأرض، وكلكم حضراتكم شفتوا حتى الأسماك ترى والحيوانية، الصناعات، الزراعة، كل شيء، بما في ذلك ديالة وغير ديالة. بالمناسبة هي مو بس ديالة، تدمير عملية تدمير البساتين أمر ممنهج ومخطط له ومدروس بعناية. وإذا تلاحظين حضرتك أنت وتعرفون كلكم، قبل كانت ديالة يسموها أم البرتقال، أم الحمضيات، وكانت تفوز حتى في مهرجانات سنوية لهذا الغرض، تقابل لهذا الغرض. بعد ما صار الاحتلال وبدأ التدمير، بدأ تدمير كل شيء. أولا دمروا التمور، ثم بدأ تدمير الحمضيات بحجج واهية كثيرة، منها يعني مثلا يجي لواحد يضرب صلي يحرقوا له ثلاث بساتين أربعة، ثم جوي طبعا الأهالي راح تتهجر أوتوماتيكيا ويسيطرون عليها الجهات الأخرى المتنفذة، واللي هي بحجة السيطرة الأمنية على المنطقة وبحجة إحلال الأمن والسلام تجي تسكن بالمنطقة، واخذت البساتين وصادرتها وسيطرت وبنتي شويه شويه الى ان قضموا الارض باكملها. ولهذا وبالمناسبه يعني احنا لا نامل خير من هذا النظام مطلقا، مهما تغير ومهما تبدل، هو على قولة المثل العراقي المعروف، تريد غزالك خذ غزال، تريد ارنب خذ ارنب. ماكو ترى ما يتغير شيء، صدقوني هذا اللي صار واللي راح يصير كله نفس الشيء، والتاريخ يعيد نفسه، لكن للاسف احنا ندور في حلقه مفرغه. والا هي من البدايه ليش سووا وزاره الهجره والمهجرين؟ ليش ما سووا وزاره الاعمار مثل البناء والاعمار؟ لانه هم احنا كنا نتهجر، صدقيني كل شخص مسلم او وطني او يحب بلده او عنده غيره على بلده او حافظ على بلده مستحيل يبقى بهذا البلد. سيد محمود، الى اي مدى انعكست هذه الممارسات على القطاع الزراعي والاقتصادي لمنطقه ديالى وسكانها وباتت تهدد هويه المحافظه ككل؟ أختي المحافظة دمرت بأكملها، وبالمناسبة يعني هذا الأمر أخذ كل الاتجاهات أخلاقيا علميا ثقافيا من كل النواحي. وهو شي يصير يعني بعد أن انتشرت المخدرات وهذا الأمر بده يصير، والهروب والدخول السكاني العجيب غريب، يعني الناس الوجوه هسه أنت لو تتمشين بمحافظة ديالى في أي مدينة من مدنها ثقي راح تشوفين وجوه أنت بحياتك ما شايفتها، أهل ديالى يعرفون، يعني العالم قامت تخاف. زين هو اذا خسر زراعته ماكو امان، ماكو راحه، عمل ماكو شيء يسوي، مضطر يهرب الى مناطق اخرى، وهكذا يستمر قضم الارض. وتشوفيها انت اذا تمتد بالمناسبه، هي يعني ناس يجون من الجنوب، ناس افغان، ناس غربه، ناس ما حد يعرف بهم نهائيا. ورويلتش قصه صغيره حصلت مع احد اشخاص من اقاربي، سافر الى ايران للعلاج هو ولد شاب، بالتاكسي يقول سألني سائق التاكسي انت شاركت بالحرب ويانا ويا ايران؟ قال لا لا انا كنت صغير. سأل ابوك شارك؟ قال لا. زين مالك او عمك؟ تخيلي انت عدو يقول انا خفت ثاني يوم رجعت للعراق. تخيلي انت، احنا من النوع للاسف اللي ننسى، واللي احنا ما اعتقد نقول او نذكر هالموضوع نهائيا في بيوتنا، ولا نأجج ونعلم اولادنا واحفادنا على ان يكرهون الجانب الايراني او الشعب الايراني. نعم. رغم انه هم اللي بدأوا الحرب
واحنا اهل ديالى اول الناس اللي شفنا وسمعنا ولمسنا لمس يد بدايه الحرب من قبلهم، لكن للاسف هم احقادهم مستمره ولا يمكن ان تتوقف. وانت حضرت قارية تاريخ وتعرفين من زمن كورش، استير لما قنعت كورش بانقاذ اهلها وحرق بابل، هو كان هي كانت هي اللي تحركه وهو اللي ينفذ هو وجنوده، وهكذا هم حتى اللحظه صدقيني. وثقي احنا اذا ما شعبنا يتوحد ونعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على نفسنا لا يمكن ان نخلص ونتخلص من هذا الكابوس الرهيب. نعم استاذ محمود، لماذا تسمح السلطات الحكوميه لهذه الميليشيات ومن يقف وراءها بالاستمرار في هذه الانتهاكات بديالى ومحافظه مهمه كديالى، ما ادى ايضا لرفع اسعار الاراضي وتاجيل حلم الاف العائلات ببناء منازل؟ سيدتي هي الحكومه هي الداعم لهذا الشيء. وبالمناسبه هي ليش ارتفعت الاسعار؟ لانه الجانب الاخر اللي يجون من ايران او غير ايران كل فلوس النفط بيدهم مالتنا، هم يمتلكون الثروه. والافقار المتعمد اللي صار على العراقيين وعلى الناس الفقراء اللي زين، هو من ياخذون بساتينه وبيته واملاكه ومعمله وغيره وغيره، ايش يبقى عنده؟ راح يهاجروا هم كل شيء، يستولون كل شيء، وبالنتيجه الاموال تكون عندهم فيشترون بالرقم اللي يردوه. هم دا يستخدمون نفس اسلوب الصهيونيه من يجي على الفلسطيني ويشتري منه بيته، لانه هو يتصور هو بهذه الطريقه راح يسيطر على الارض ويبعد المواطن ويبعد الناس، وما يدري ان سبحان الله ليش ما يقتلون بينا، صدقي وش ما يهجرونا. وهذه كلمه لكل الشباب ولكل المسلمين ولكل الوطني واللي عنده غيره، ايش ما يقتلون ايش ما يسوون، النصر عندنا لانه ربنا وعدنا بالنصر، وحاشا لله اذا يخلف الميعاد، احنا راجعينهم باذن الله اذا مو اليوم باكر، لكن هي ما وما النصر الا صبر ساعه ان شاء الله. كيف يفسر غياب دور القضاء في حمايه ملكيه الاراضي في ديالى والحد من الانتهاكات المرتكبه؟ سيدتي القاضي ما يقدر يحكي، لانه احنا حاليا يعني التصفيات تصير مثل المافيا اللي صارت بايطاليا وقت القضاء على المافيا اللي تذكرين، لا بقى قاضي لا بقى شرطي، اي انسان يتنفس. وانت لو تشوفين حضرتك على يعني انت حضرتك تعملين الفضائيه وتعرفين الاخبار، اي شخص ضابط كان او جندي مسؤول كبير، اذا هم زين يضربون بيت رئيس الوزراء اللي هو يمثل الدوله ورئيس البرلمان اللي هو السلطه التشريعيه، فاذا المواطن شو يسوي خطيه؟ او حتى اذا الضابط شو يسوي؟ قائد الشرطه مثلا شو يسوي؟ ما حد يقدر يتدخل، لان هم سيطروا وتشعبوا في كل مسالك الدوله وسيطروا على كل مفاصل الحياه للاسف، وقدروا شلون يتغلغلون. ومع الاسف هم وللعلم حتى بمساعده دول ما يسمى بالدول العربيه والاسلاميه، مع الاسف يعني احنا لو مو الجماعه هم مسهلين لهم اوامرهم ومساعدينهم صدقيني ما كان وقعنا هالوقعه، لكن مع الاسف مع تفاقم هذه الانتهاكات لحساب التغول الإيراني والميليشيات في العراق، إلى أي مدى تبقى تصريحات الكاظمي بالحفاظ على البلاد مجرد وعود لن تنفذ في إطار عملية سياسية رهنت نفسها للخارج؟ والله أنا أنصح الكاظمي يخلي يحافظ على نفسه أول مرة، خلي يحمي نفسه هو أول مرة، وبعدين خليه يقدر يحميني أو يحمي غيري، هو خلي يحمي نفسه. بالمناسبه يعني هو خلي طلع لي اي جريمه اكتشف من بدايه حكمه لحد الان، خلي يقول لي اي شيء نفذ، اي وعد سوى. هاي الميليشيات شوفي سيدتي العزيزه هسه حاليا اذا اي انسان يطلع يشيل رشاشه وانت تسمعين يوميا مثلا الطارميه، واحد حمل سلاح طلع حتى طائرات مقاتله تجي تضربه، اشو الميليشيات تطلع تستعرض دوشكات واحاديات واسلحه متوسطه وثقيله وما حد يقول لهم السلام عليكم. انت بحياتك سمعتي دوله بيكملها هجموها بناء على تصورات واوهام وخيال على انه احنا عندنا اسلحه، زين ذولا كاتبين تبرعات لشراء طيارات مسيره حتى نقصف ابو ظبي وغيرها وغيرها علني، ويهدد برج خليفه وغيره وغيره بيحجون، زين مو هم مو بس حتى الكاظمي للاسف، حتى ما يسمى بقاده الدول العربيه والاسلاميه ما تحجون يلا على العراق. هذه نتيجة سكوتهم على إسقاط العراق وتدمير العراق مع الأسف وشعبه، وخلي يذوقون نتائجها. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف، المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت، كنت معنا عبر الهاتف من ديالى.